ممكن كان فيها الاستلامه دي لو زقها براسه بشكل كويس كان ممكن. ادي الخطفه تاني، محمد الظريف يخطف خطيره خطيره للداخليه، ممكن يبقى فيها مفاجاه خطيره خطيره خطيره. جول 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 الاول للداخليه. قلت لك محمد الظريف البديل ينزل يبدل اوضاع المباراه. انطلاقه ايه ومهاره ايه ومرور ايه، محمد الظريف يظهر ويسجل الهدف الاول. يا سلام عليك، الله عليك، الله عليك، بالقدم اليسرى يحطها في الشبكة. هدف مباغت جدا، يخطف يخطف دفاع الجونة ويسجل الهدف الأول. محمد الظريف البديل فعلا يبدل أوضاع المباراة. مرتدة إيه في 3-4 ثواني، شوف الكرة من اليمين اتلعبت أمامية، ما فيش أي ريحة التسلل. أدي الكرة اتلعبت، يا سلام يا سلام على خطفة بالراس، يا سلام. ده محمد الظريف، محمد الظريف اهرب، محمد الظريف اهرب، شد شد وحط الكرة في الشباك بالقدم اليسرى. يا سلام على هدف جميل بالقدم اليسرى في الشبكة، بالقدم اليسرى في الشبكة. سرعة إيه وجمال إيه وتركيز إيه وعدم تسرع إيه، يا سلام على روعة، يا سلام على تسجيل. هدف رائع جدا، تمريرة رائعة وجدت الأروع محمد الظريف، يسجل الهدف الأول للداخلية في بداية ولا أروع. لو انتهت المباراة بفوز للداخلية هتكون بداية مفيش أجمل من كده للكابتن عيد مرزيق. هدف أول من محمد الظريف في دقيقة 69، هدف رائع من الأهداف اللي تحب تتفرج عليها، الأهداف اللي بتشعر إن اللاعب يعزف منفردا لوحده كده، يروح قاطب لجوه ويسدد الكرة بالقدم اليسرى والكرة في المرمى. 1-0 للداخلية، تقدم واحتفال وفرحة كبيرة جدا ومراجعة الكرة في الفار. وانا انتظر نتابع هل يكون فيها تسلل ولا ايه. شفنا الاعادة مع بعض وشفنا الكرة اتلعبت ازاي، وبننتظر القرار النهائي. الداخلية يسجل، محمد الظريف، ادي الكورة 35 اثناء لعب الكورة. هل كان في موقف متسلل؟ هل كان في موقف متسلل 35؟ استنى وانتهى، الفار هيقول، الفار هيقول، الفار هيقول. صراحة الهدف جميل، الهدف فيه مرور بشكل جيد، ولكن لو كان في تسلل خلاص سيلغى الهدف، على سيناريو سيكون قاسي جدا بصراحة على الداخلية لو تم إلغاء الهدف ده. محمد الظريف بعد كرة اتلعبت من الخلف الأمام، وترقب من الكابتن علاء، ترقب من الكابتن علاء. 1-0 في انتظار مراجعة الكرة في الفار، هل يتم احتساب الهدف؟ وطبعا التسلل مش هي، حكام الفار مش هيستدعوا حكم الساحة، حكام الفار بيعملوا الخطوط وبيقولوا له القرار النهائي في حالات التسلل، حكم اللقاء ما بيرجعش يشوفها يعني. هنستنى ونتابع، هنستنى ونتابع القرار النهائي. يعني الحكم بيقول لهم سيبوني اسمع، سيبوني اسمع الكوره. حكم اللقاء ومراجعه الكوره، حكم اللقاء يقول رايه وتسلل ويلغى هدف الداخليه.